من باريس انضم إلينا دكتور ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي عبر خدمة سكايب. مرحبا بك معنا دكتور ناصر. كيف يمكن قراءة تطورات الأمور فيما يتعلق بالصراع السياسي ما بين أردوغان وأستراليا، تبادل الاتهامات وحتى مطالبة أردوغان بإعدام منفذ هذا الهجوم؟ نعم، هذه العملية أحدثت أزمة دبلوماسية بين تركيا وأستراليا، لأن أردوغان أو تركيا تعتبر نفسها معنية بهذا الهجوم أو بهذا الموضوع، لأن القاتل كتب عبارات تخص تركيا أو عبارات تهديد لتركيا وعبارات تهديد لإسطنبول وغيرها من هذه العبارات التي اعتبرتها الحكومة تمس تركيا أو تهدد تركيا. بالتالي التصريحات أردوغان باعتقادي لم تكن موفقة وأدت إلى انزعاج في أستراليا ونيوزيلندا، عبر أولا تذكيره بمعركة شنب قلعة التي كان فيها قوات من نيوزيلندا وأستراليا، أيضا استخدام الصور والفيديوهات، ونحن نعرف حساسية هذا الموضوع في الغرب بشكل عام، استخدام مثل هذه الصور، أيضا دعوته لإعدام القاتل أو سن تشريعات الإعدام، وهذا يعتبر بالعلاقات الدولية تدخل مباشر في سياسة هذا الدول، وهذا الأمر رفضته كل حكومة كل من البلدين. أيضا موضوع تصريحي بأن إذا لم تحاك تصريحي أو كلامه الموجه إلى القاتل بأنه إذا لم تحاكمك بلادك نحن سنحاسبك بطريقة أو بأخرى، باعتقادي هذه التصريحات لم تكن موفقة وأدت إلى حدوث هذه الأزمة. ولكن هناك تعقد من الجانبين. هناك تصريح قبل قليل خرج من أحد المسؤولين في الرئاسة التركية وقال بأن تصريحات الرئيس أردوغان أخرجت عن سياقها. أيضا نيوزيلندا أوفدت وزير الخارجية إلى تركيا للحديث بشكل مباشر حول هذا الموضوع، وإستراليا طلبت توضيح من الحكومة التركية وتنتظر إجابة. الموضوع هو باختصار لا نقول استغلال، ولكن محاولة كسب نقاط ما بين الطرفين في هذا الموضوع. تركيا تقول بأن هذه العملية هي إرهابية وأن الغرب لا، أو أستراليا ونيوزيلندا لم تتعامل معها بالشكل الكافي، وأن الغرب لا يغطي هذه العمليات كأنها عمليات إرهابية كما يغطون العمليات التي يقوم بها الراديكاليون الإسلاميون أو المتطرفون الإسلاميون. أيضا نيوزيلندا وأستراليا تعتبر بأن هذه التصريحات هي تدخل مباشر في شؤونها وفي قوانينها واستفزاز لمشاعر الضحايا عبر بث الفيديوهات والصور أكثر من مرة في حملات أردوغان الانتخابية. نعم، وكان الأمر انتقل من هذه الأزمة أو هذا الهجوم المؤسف إلى صراع سياسي انتخابي لربما. دكتور ناصر زهير الكاتب المحلل السياسي كنت معي عبر خدمة سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.